أبو فهمي، شوفي كمان طلبات جديدة. الظاهر مؤتمر الأمة العربية بالشام هي السنة رح يكون حافل محنحن مطنطان. ايه وانت شو دخلي؟ يو شلون شو دخلني؟ ايه ما بصير مؤتمر قمة بدون وجودي. شو هالحكي؟ لكان ايه ما عرفت انه نرقوني. رقوكي ليه؟ نقلوكي من الشاي والقهوة على الكناسة والتمثيل. فشل، ما بحياتهم هالديات كنسوا ومسحوا. جليو لكان مو من غيرتك، شنو انا ترقيت وانت لساتك في المصعد، هاد الاسانسور طالع نازل طول النهار. انه عم تستهون الشغلة، شنو انا ساعة ما بدي بطلع وزير وبنزل وزير، طلع وزير بنزل وزير. ولا واضح، طلع وزير تنزل وزير. مو ملاحظ ان انا كل يوم عم بروح على الدوائر الرسمية باكران؟ هذه بالتياب الكاكي؟ مو الكاكي، البيج الفاتح. بتشيك وبتموض وبتغندر قدام هالوفود العربية اللي جاية، كل شخصية جاية على المؤتمر برافقة من السيارة على قلب القاعة، من شخصية لشخصية رايحة جاية طول النهار. شنو أنت تمشي قدامهم لوحدي؟ كيو؟ شلون بدي أحسن لحالي؟ إيه ما بلحق. شنو ام بدري وام زكي وام عصام كمان ترقوا. شو هالحكي؟ وسمعتي لنا شي عن المؤتمر القمه؟ سامعه والحكي بيناتنا انه الملك السعودي مو جاي، والرئيس حسني مبارك كمان مو جاي، وفي كم من ملك كمان عربي مو جايين، شنو عاملين قريب، وسامعه انه كم من رئيس كمان مو جايين، بس البقيه كلياتهم جايين. وعلى علمك رح ياخذوا قرارات؟ رح ياخذوا قرارات، إيه اخدينا وخالصين تقبرني. يلا علق. انا من ايمت؟